الخير. كيفك؟ شو اخبارك؟ معك رمضان. جاهزه سكبتنا؟ مرحبا. واضح انا علاء الطرشي، ناشطه مجتمعيه من مدينه حبص. مبادرة تاكسي رمضان بدأت ببوست على الفيسبوك، كتبت فيه: مرحبا، شو طافين بكرة؟ طب شو رأيكم تزيدوا طبختكم بمقدار شخصين، تحسبوا حساب عيلي معكم تفطروها؟ اللي حب الفكرة يراسلنا على الخاص برقم موبايله بعنوانه، وأنا بكرة رح مر عليه ورح أجمع هاي السكبات. كان الهدف من البوست الأول يكون فيه عنا 5 وجبات، 5 صاروا 10 و10 صاروا 20. انطلقت بتنفيذ هاي المبادرة من موارد الشخصية، من شبكة علاقاتي ومن سيارتي، وفعلا قدرت نفذ هاي الفكرة وبدأت تنتشر والخير عم يعم. قريت عن مبادرة تاكسي رمضان على الفيس، حبيت شارك بهي المبادرة الحلوة. فأنا اليوم عندي فطور مثلا صفيحة، وعندي معجنات، وعندي فاكهة بالبيت، وعندي تمر. فكرة مبادرة رمضان لطالع يوميا معي بجولة التاكسي مجموعة من طلاب مدرستنا لأعمل لهم تدريب عملي عن تقييم الاحتياجات ومساعدة الناس وعمل الخير. أنا متأكدة إنه هاي المبادرة لن تمحم ذاكرتهم. أهلا حمزة، يلا يلا يلا. شكرا يا أم حمزة إنك عم تخلينا ناخذ حمزة معنا يساعدنا. أهلا وسهلا فيكم، أنا كثير سعيدة من التجربة الحلوة، أنا حاسة حمزة كثير ومسؤول فكرة بالآخر. برافو. يوسف يعني عبي وقت بدال الفراغ بالعمل الخير. حلو. سبيعة كثير معزة بحاجة لمساعدات، لازم تفكر فيها. حلو. عبد المعين عارفة اللي مسوي. برافو عليك. أبطال. تكسي رمضان، كيفك؟ شو أخبارك؟ الله يسر، والله ماشي الحال الحمد لله، والله بخير الحمد لله. عزيزتي معي كبسي ومعي كبي ومعي مشاوش، بتحبي تاكلي؟ تفطروا اليوم؟ خير الله يسعدك يا رب. الله اوكي. هدفي من مبادرة تاكسي رمضان وصل رسالة مجتمعية لكل شخص، قول له انه انت قادر، قادر تصنع اثر، قادر تحدث فرق ولو بسيط. نحن كلنا لازم نساهم مع الجمعيات والهيئات الخيرية لحتى نشيل هالبلد واهل البلد. ناس فيها خير كثير ناطرة مبادر واحد فقط يقول لهم يلا.